أنا حالياً عند مدرسة قتيبة في المرقاب. هذه المدرسة تأسست سنة 51-52، وكان الناظر سليمان بغوش وثلة من المعلمين الأفاضل. وكان على الجانب هذا باب افتحوه للمرسم الحر، يقعدون فيه الفنانين يستغلون هذا المكان. والمدرسة هذه معروفة إن صارت بعدها المتحف العلمي. يجب المحافظة على هذا المبنى وضمه من ضمن الآثار مجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب. هذا فيه ذكريات يجب عدم هدمها إطلاقاً. أنتم ما خليتوا لنا مكان لا بشرق ولا بجبلة، حتى فيلشة هجرتوها، حافظوا عليها لا تهدمونها. هدمتوا كل شيء، لا تهدمون قلوبنا بعد. إن شاء الله توصل رسالة، ورب يحفظ هذا الوطن.